تعبكم ومخوفكم وإيدك يا أبو علي بالقاوي الأهل جوه القلب والباقي كله مكمل الأهل جوه القلب أهلي 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 الأهلي اسم غالي نسره دايما طاير في العالي صوته قوي وجمهوره مش عادي انجازاته بتتكلم عنه والعالم كله عارفه رمز الوطنيه والبطولات الذهبيه بيكتب التاريخ كل يوم والكؤوس عارفه طريقها لدولاب بطولاته الاهلي يعني تاريخ الرياضه المصريه وفخر الرياضه العربيه وأسطورة الكرة الأفريقية الأهلي عنوان الكبرياء والنجاح والانتصار وكل رموزه عارفين قيمته ومكانته الأهلي إنجازات وأرقام قياسية ولسه الكتاب مفتوح ارفع راسك فوق يا أهلاوي أهلاوي أنا والفخر ليا النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه لحضراتكم واحتفاليه بمناسبه فوز النادي الاهلي بالبطوله 12 في تاريخه ببطوله دوري ابطال افريقيا والنهارده معانا الاميره السمراء معانا على الهوا هتكون موجوده مع حضراتكم في كل برامج قناه النادي الاهلي واحتفاليه خاصه مميزه علشان جمهور النادي الاهلي العظيم البطوله 12 البطوله صاحبه الارقام القياسيه ولما بنقول النادي الاهلي بنقول دايما النادي الاهلي رقم واحد النادي الأهلي مميز في كل شيء لما بنتكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي قدر النادي الأهلي يحصد أول بطولة سنة 82 وإحنا بنتكلم في البطولة 12 سنة 2024 أكيد في البطولة دي النادي الأهلي حقق أرقام مميزة على مدار تاريخه البطولة العظيمة اللي كان بينتظرها جمهور النادي الأهلي شوف النادي الأهلي آخر خمس سنين وهو بيوصل نهائي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي هو بيحصد أربع مرات دوري أبطال أفريقيا في الخمس سنين إنجاز كبير وإنجاز عظيم إنجاز لازم يحسب لكل منظومة النادي الأهلي وعلى رأسها جمهور النادي الأهلي العظيم شفنا ملحمة رياضية فعلا في ملعب استاد القاهرة جمهور النادي الأهلي وهو دايما بنقول اللاعب رقم واحد بفضل الله الكاس دي دخلت النادي الأهلي ثم بفضل جمهوره العظيم اللي احنا شفنا وبنشوف الصورة اللي موجودة معانا وصوته اللي دايما في ودننا صوته دايما اللي بيدي القوة للعيبة النادي الأهلي الجمهور العظيم ده تواجد في المباراة اللي كانت الساعة 8 بالليل كان متواجد في استاد القاهرة من الساعة 2 الظهر في عز الحر والشمس جمهور دايما مساند لفرقته جمهور زواق جمهور عظيم دايما زي ما بنقول جمهور النادي الاهلي في الشده وفي المحنه قبل الفرح هو دايما اللي بيقوم لعبته وهو دايما اللي بيسطر التاريخ لما بنقول النادي الاهلي على مدار تاريخه بنقول دايما النادي الاهلي بينافس نفسه دايما النادي الاهلي رقم واحد وده بالمناسبه بالارقام مش بالكلام لما نقول النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بنتكلم ب 12 بطوله افريقيه أقرب المنافسين ليه بتتكلم حصل على خمس بطولات لكن بالأرقام والتاريخ بتلاقي لعيبة جوه النادي الأهلي في مدار تاريخها واخدة ست بطولات شوفوا الأرقام وشوفوا العظمة لما بنتكلم عن بطولة الدوري الممتاز هتلاقي النادي الأهلي بينافس نفسه بتتكلم عن كاس مصر أرقام حدث ولا حرج بتتكلم عن السوبر المصري والسوبر الأفريقي هتلاقي أرقام عظيمة النادي الاهلي ممكن يكون متاخر في الكونفدراليه لكن الكونفدراليه واحنا خدنا بطوله واحده منها لازم اطلع في الدوري الثالثه والرابعه عشان اروح لها وده مش دور النادي الاهلي او مكانه النادي الاهلي مكانه النادي الاهلي دايما بدور ان انا اكون رقم واحد في كل شيء لازم اقف واتكلم وادي الجمهور العظيم اللي احنا شايفينه في الصوره دي حقه الجمهور الزواق الجمهور اللي بيفهم الجمهور اللي دايما مساند الجمهور اللي عارف امتى يوقف فرقته يقف جنب لاعبته وقت الشده ووقت المحنه وقت ما بتقع بتلاقيه اول واحد بيمدلك ايده ويقولك قوم
يوم السبت اللي فات ما كانش ماتش كورة، كانت ملحمة، ملحمة كروية رياضية في حب الأهلي. أولا جمهور لما بتشوف بتلاقي ولاد صغيرة، بتلاقي أعمار سنية صغيرة، بتلاقي ناس كبار في السن، سيدات، بنات، كل الأعمار السنية متجمعة على كلمة واحدة بس، هي حب الأهلي، إن إحنا دايما مساندين للأهلي. علشان كده النهاردة حبيت إن أنا أبتدي حلقتي النهاردة بجمهور النادي الأهلي العظيم، بالصورة الحلوة، بالجمال اللي إحنا شايفينه قدامنا. في حد عنده الصورة الحلوة دي؟ في حد عنده الجمهور الحلو ده اللي دايما مساند في كل وقت؟ علشان كده دايما بنقول على جمهورنا هو اللاعب رقم واحد. عايز اروح للمشهد الثاني، وهو مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. وهحكي لحضراتكم حكاية لأول مرة هقولها. الحكاية دي كانت في 2017 يوم ما الكابتن محمود الخطيب عمل بيان ترشحه للنادي الأهلي في 12 سبتمبر 12/9/2017 انه هيترشح لانتخابات النادي الأهلي. وبدأ يجتمع بأعضاء النادي الأهلي، وخاصة في النادي الأهلي الجزيرة، وكانت معاه القائمة المحترمة والأسماء اللي كانت موجودة معاه. الكلام ده في 2017، وأنا في إحدى الندوات وفي إحدى الجلسات كانت في النادي الأهلي الجزيرة، والكابتن محمود الخطيب بيتكلم مع الأعضاء، بيقول لهم البرنامج الانتخابي بتاعه الفترة الجاية هتكون شكلها إزاي، شكل الكرة في النادي الأهلي هيكون إزاي، خاصة إن الأميرة السمراء غابت عن النادي الأهلي 7 سنين، بنتكلم من 2013 ل2020، وكانت أول بطولة 2020 ترجع، وقعدت 7 سنين. كابتن محمود الخطيب وهو واقف في النادي الأهلي الجزيرة وسط الأعضاء وحواليه المجموعة أو المجلس بتاعه اللي كان بيتم الترشيح للانتخابات في 2017، قال للأعضاء أول حاجة بنفكر فيها علشان جمهورنا العظيم، جمهور النادي الأهلي، إن إحنا نرجع بطولة أفريقيا مرة أخرى للنادي الأهلي. ما ينفعش النادي الأهلي يغيب عن المشهد والعرس الأفريقي، ولازم نرجع تاني ننافس على كأس العالم للأندية، ولازم نروح للأكثر تتويجا في العالم. وأنا واقف مع نفسي قلت يا ترى دي أحلام، ولا ترى الكابتن محمود الخطيب بيقول وعود انتخابية، ولا هو كلام ممكن يكون حلو والفترة اللي جاية ممكن تكون صعب. علشان توعد جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي لازم يكون في شغل ويكون في تعب. فوقفت مع نفسي كده قلت هنشوف الأيام اللي جاية إيه اللي هيحصل. منذ تولي الكابتن محمود الخطيب وكل همه إزاي يكون عنده فريق كورة يمتع النادي الأهلي، إزاي يكون عندنا في النادي الأهلي فريق كورة يحط دايما اسم مصر، وحطه تحت اسم مصر 100 خط. النادي الأهلي لما بيحصل على بطولة أفريقيا بنقول مصر، ما بنقولش النادي الأهلي، بنقول النادي الأهلي المصري. وفعلا تحقق، وأخذ هذا الأمر على عاتقه وبدأ يبني فريق كورة محترم. وشفنا الهزيمة اللي كانت أمام سان داونز، وبنفسه طلع واعتذر الكابتن محمود الخطيب ولاعيبة النادي الأهلي، وبدأ يعمل فريق كورة كان من 2019 إلى أن أتى 2020، وبدأنا نشوف دوري أبطال أفريقيا في النادي الأهلي القاضية ممكن، البطولة العظيمة اللي عمر جمهور النادي الأهلي ما ينساها، وبعدها كايزر تشيفز، وبعدها اتظلمنا بالجواب اللي اتخبى، وبعدها قدرنا نرجع بفضل الله وبلاعيبة النادي الأهلي وبإدارته وبالإصرار وبالعزيمة، علشان النادي الأهلي يقول إن أنا مختلف، النادي الأهلي يقول أنا اسمي موجود في مصر، لكن أنا بشتغل بفكر متقدم ومختلف عن الآخرين. بنشوف بطولة الوداد العظيمة اللي احنا خدناها من مركب محمد الخامس، دي كانت البطولة الثالثة، إلى أن تأتي بطولة الترجي أو بطولة الأهلي أمام الترجي في 2024. وقدر النادي الأهلي في 5 سنين متتالية يوصل للنهائي، وبنشوف النادي الأهلي بيحصد 4. وفعلا الكلمة اللي قالها الكابتن محمود الخطيب في شهر 9/2017 وسط الأعضاء تحققت، إن هو فعلا صادق في القول اللي هو بيقوله. السر دايما علشان تنجح في منصبك وفي مكانك الإخلاص، هو ده اللي خده محمود الخطيب مع حفظ الألقاب. الأمر الثاني، وأنا بتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي،
شوفوا التنظيم الحلو، شوفوا الشياكة، شوفوا الروعة، شوفوا التنظيم المبهر اللي أبهر الناس كلها، ومتسبي والاتحاد الأفريقي وكل المسؤولين. شوفوا الصور الحلوة اللي لفت العالم كله، شوفوا وكالات الأنباء العالمية اللي اتكلمت عن التنظيم الحلو والشياكة والعرس الكروي اللي كان موجود في مصر في استاد القاهرة. بالمناسبة اتحط نظام، النظام ده مشى على كل مجلس إدارة النادي الأهلي. مين المسؤول؟ كابتن محمود الخطيب مع سيادة الوزير مع متسبي موجودين في أرض الملعب مع اللعيبة. ما شفتش عضو مجلس إدارة أثناء التتويج موجود في أرض الملعب، ولا نزل رقص، ولا نزل مسك الكاس، ولا جري، ولا أي حاجة. علشان كده دايما تلاقي النادي الأهلي مختلف، الصورة مختلفة، الصورة الحلوة الجميلة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وبالمناسبة الصورة دي بتتكلم عن بلد عظيمة، بلد كبيرة تاريخها كبير في الرياضة، اسمها مصر. علشان كده لما بقول النادي الأهلي ما بيمثلش نفسه، النادي الأهلي بيمثل مصر. البطولة دي لازم أدي اللعيبة حقها زي ما اديت الجمهور الأهلي العظيم في بداية كلامي حقه وتقديره، واديت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حقهم وتقديرهم، علشان نشوف دايما النادي الأهلي على منصات التتويج في دوري أبطال أفريقيا وفي الدوري وفي كأس العالم الأندية، وهيلعب في بطولة الانتر كونتيننتال القادمة، وكأن قدر النادي الأهلي دايما هو اللي بيسطر التاريخ. لازم أروح للأبطال، للجنود اللي كانوا دايما عند الميعاد، هم لعيبة النادي الأهلي، اللعيبة اللي قدمت اعتذار في 2019 بعد الخسارة أمام سان داونز. اعتذار الكل يتذكره والكل فاكره لما خسرنا أمام سان داونز، وطلع مجلس إدارة النادي الأهلي واللعيبة واتكتب بيان اعتذار إن احنا بنعتذر لجمهورنا، والفترة اللي جاية هنشتغل وهنتعب وهنخلص وهنخلص علشان نحط النادي الأهلي على منصات التتويج وفي مكانته اللي دايما تليق بالنادي الأهلي. بنشوف ما شاء الله النادي الأهلي، بنشوف لعيبة، ودايما جمهور النادي الأهلي بيقارن ما بين الأجيال، وأنا بقول إن دايما أجيال النادي الأهلي وعظمتها إنها بتكمل بعض. سنة 82 لما جه العظيم كابتن محمود الخطيب، الكابتن إكرامي، كابتن مصطفى عبده، كابتن ماهر همام، يعني كابتن علامة يهوب، أسماء كتير، كابتن مختار مختار، مش عايز أنسى الأسماء، إن تاريخ النادي الأهلي فيه أسماء كتير، وقصوا شريط البطولات الأفريقية. دايما أجيال النادي الأهلي بتكمل بعض. لما بنتكلم عن 12 بطولة بنقول أجيال مختلفة، علشان كده عظمة النادي الأهلي. لكن الجيل ده اتظلم شوية، اتظلم شوية إنه ما خدش حقه. لما احنا جينا مع مانويل جوزيه في 2005 و2007 2006 و2008 واخدنا بطولة أفريقيا، وقال النادي الأهلي راح لأرقام صعب تكرارها، صعب تكرارها دي ما تسمعهاش في النادي الأهلي، ما تشوفهاش في النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما بينافس نفسه، النادي الأهلي دايما بيحطم الأرقام. لازم ندي الجيل ده حقه، لازم ندي محمد الشناوي صاحب الخبرات الكبيرة وبنشوفه في 2020 وهو بيحتفل مع مؤمن زكريا، وبنشوفه في 2021 وهو بيحتفل مع وليد سليمان وهو بيعتزل، وبنشوف في 2024 وهو بيحتفل مع علي معلول وهو لابس تيشيرت علي معلول، وبنشوف في 2023 وهو بيحتفل مع أيمن أشرف قبل رحيله عن النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي، وهو ده التقدير الكبير اللي يليق بلعيبة النادي الأهلي، إنهم فعلا كتبوا تاريخ كبير وتاريخ عظيم هيتكتب دايما في تاريخهم. عايز أروح مع حضراتكم لأبرز الأرقام القياسية وهنعرضها مع بعض عن البطولة، البطولة اللي النادي الأهلي بيحقق فيها أرقام إعجازية. الأهلي في دوري أبطال أفريقيا تاريخيا، البطولة المحببة للنادي الأهلي، أكتر فريق شارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا كان النادي الأهلي 35 مشاركة، أكتر فريق شارك في نسخ متتالية 21 مشاركة،
اكتر من لعب مباريات 341 مباراة، اكتر من فاز 117 مباراة فوز، اكتر من سجل 533 هدف للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، اطول سلسلة عدم خسارة 22، وشفنا مع مارسيل كولر وهو بيحطم الارقام كلها وكان رقم الترجي اللي كان لوصل له ل 20 مباراة، اكتر من سجل بنسخة واحدة 36 هدف، اكتر من لعب دور نصف النهائي 20 مرة، اكتر من لاعب النهائي 17 مرة، طبعا فاز منهم ب 12 لقب، اكثر من لاعب نهائي في نسخ متتالية، نتكلم عن النسخ الحالية في هذا الجيل العظيم، جيل محمد الشناوي وعمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، مش عايز انسى، كلهم يستحقوا التحية والتقدير، واكثر من حقق اللقب 12 بطولة. هي دي أرقام النادي الأهلي، هي دي الأرقام الكبيرة اللي محدش هيقدر يوصل لها في تاريخ النادي الأهلي. خلونا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في الاحتفالية النهاردة الخاصة هتكون على قناة النادي الأهلي بمناسبة فوز النادي الأهلي باللقب 12 في تاريخه لبطولة دوري أبطال أفريقيا. مستمرين مع حضراتكم النهارده في الاحتفاليه على قناه النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بالبطوله 12 بطوله دوري ابطال افريقيا، ومعانا على التليفون الفنان الكبير وائل جسار. استاذ وائل منورنا على قناه الاهلي. مساء الفل يا استاذ اسامه، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، الف مبروك الف مبروك للنادي الاهلي. قول لي بقى، شفت المباراه فين واحتفلت ازاي وتابعت المباراه بشكل ازاي؟ لا والله كنت مشغول، بس قالوا لي عن الموضوع ففرحت قوي صراحه، والف الف مبروك، تستاهلوا كل خير، وان شاء الله ربنا يوفقكم كمان وكمان ونوصل للقفله السعيده ان شاء الله باذن الله. دايما متابع للنادي الاهلي يا استاذ وائل، ودايما يعني متابع للنادي الاهلي بشغف كمان. طبعا طبعا، هو معقوله ما نتابعش يعني؟ بس صراحه اخر مره كنت يعني مشغول شويه، وباذن الله المره القادمه لازم اكون متابع، لو حتى عندي اي حاجه هلغيها. اكيد اكيد. النهارده النادي الاهلي بياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، والزمالك كمان بياخد الكونفدراليه، شايف الروح الجميلة ما بين الأهلي والزمالك، الأهلي بيهني الزمالك والزمالك بيهني الأهلي، والتواجد الجماهيري كمان بالنسبة للنادي الأهلي في استاد القاهرة، شايف اللوحة الفنية الجميلة دي اترسمت إزاي؟ يعني صراحة هو ده بيقولوا في اللعب، لازم يكون فيه روح رياضية. فدي أجمل حاجة حصلت، إنه في روح رياضية، وفي ودايما في، انت عارف يعني كلنا عارفين في الرياضه في ربح وخساره، لازم نتقبل الموضوع يعني. مش لازم انه خلاص يعني خسر حد بنحبه لازم نتكلم عن الثاني بطريقه مش كويسه، فلا بالعكس، كان في رقي، كان في احترام، كان في معامله رائعه من قبل الطرفين يعني. لو معانا دلوقتي يعني الفنان وائل جسار فرصه معانا على الهوا بمناسبه فوز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا البطوله 12، يعني لو معانا على الهوا بقى وحابب يعني تغني للنادي الاهلي بمناسبه فوز النادي الاهلي في حدث كبير زي ده، ممكن يقول ايه الفنان وائل جسار؟ وحياة قلبي وافراحه وهنا بمساوي صباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الاهلي في نجاحه. جميله، زي الاهلي بنجاحه. شايف الـ 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 الارقام القياسيه اللي بحققها النادي الاهلي ازاي؟ شايف النادي الاهلي وصوله للعالميه وكاس العالم للانديه؟ هو ده عزم الشباب يعني. أنا عايز أقول لكل الشباب اللي بيلعبوا، ده العزم اللي هم فيه، هو اللي بيوصلهم كمان وكمان وبينجحهم أكتر وأكتر.
لانه احنا ما بينقصناش حاجه من اللي بنشوفه في يعني ابطال اوروبا وكده، يعني ما بننقصش حاجه عنهم، بالعكس نحن ممكن بالعزم اللي فينا نعمل احسن منهم وزياده ان شاء الله. اكيد. كلمه اخيره بقى من من الفنان وائل جسار للنادي الاهلي بمناسبه فوزه للبطوله 12، وبمناسبه يعني او بعد انتهاء البطوله، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، بيقول ال 13 يا اهلي. يلا هنقول ال 13 يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله. والف مبروك من كل قلبي، وعقبال دايما النجاح في كل ماتش ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير وائل جسار، كانت يعني مداخله مهمه معاه، وتهنئته للنادي الاهلي، وزي ما شفنا يعني احتفاله بالنادي الاهلي. واحنا بنتكلم عن البطوله 12 بعد انتهاء البطوله، وعايز اروح لجمهور النادي الاهلي مره تانية، الجمهور العظيم اللي دايما ما بيشبعش بطولات. في ناس تانية او انديه تانية بمجرد ما بتفوز بلقب او بطوله استكفيت وشكرا، لكن النادي الاهلي هتلاقيه مختلف. النادي الاهلي مجرد وانت بتكسب بطوله، بتكسب بطوله، الجمهور بيحييك في الملعب وبينادي على اللعيبه وبيقول لهم البطوله اللي جايه. ده تشوفه فين؟ تشوفه في النادي الاهلي. حصلت معانا كتير، حصلت مع كل الاجيال، وبنشوفها مع الجيل الحالي. بتكون مخلص بطوله كاس مصر ويكون عندك بطوله دوري، تلاقي الجمهور الدوري يا اهلي. طب سيبونا نحتفل. طب ادونا فرصه نشم نفسنا. لا، هو جمهور النادي الاهلي كده. هو عنده النظام والسيستم ده. علشان كده اللي بيشتغل في النادي الاهلي سواء اداره سواء لاعبين سواء مسؤولين تلاقيهم ما عندهمش يعني رفاهيه الراحه، بتخلص تقلب الصفحه تحتفل ساعات واقلب علشان اشوف اللي بعده، تخلص بطوله السوبر المصري يقول لك السوبر الافريقي اللي جاي يا اهلي، افريقيا يا اهلي. هو ده عظمه جمهور النادي الاهلي. بنشوف تصريحات مستر مارسيل كولر بعد المباراة بيقول وانا مروح رايح الاوتيل اللي انا قاعد فيه وانا مجرد داخل انا عارف الناس هتقول لي مبروك ال 13 يا اهلي، وبدا يضحك بيقول لنا يا جماعه ادونا فرصه بس نفرح. بيقول انا بالمناسبه سعيد بالكلام ده، سعيد ان انا شغال في مكان زي النادي الاهلي دايما بيوفر لي كل حاجه، جمهور عظيم دايما مساند، لكن ادونا فرصه نفرح. جميل جميل انك تشتغل في نادي، لكن كل واحد مسؤول لازم يعرف انك انت في مكان فيه جماهير بالملايين ما بترضاش دايما غير بالنادي الاهلي رقم واحد. واحنا النهارده في الحلقه الاستثنائيه احتفاليه كبيره بفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا، معانا الفنان الكبير محمد رياض. فنان محمد رياض، تحياتي ليك ومنور قناه الاهلي. اهلا يا كابتن، ازاي حضرتك؟ واحد من الاهلاويه الكبار محمد رياض. ربنا يخليك. ببارك طبعا للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، وببارك لمصر الحقيقه كمان بالكاس ال 12، وده انجاز كبير جدا 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 بالنسبه لينا احنا كمصر كمان وكجمهور الاهلي وكالنادي الاهلي. حاجه بصراحه انا عايز اقول ان الاهلي دايما الحقيقه مفرحنا. الاهلي دايما بشرف الكره المصريه كلها. الاهلي كان متحمل يعني عبء وعلى عاتقه الكره المصريه الفتره اللي فاتت كلها في المحافل كلها الدوليه، سواء كان في افريقيا او في كاس العالم للانديه. ببارك للنادي الاهلي جدا جدا، وانتم بجد فرحتونا، والاهلي مؤسسه كبيره جدا جدا جدا، مؤسسه ليها نظام وليها اداره كبيره. بشكركم بصراحه على الفرحه الكبيره اللي انتوا فرحتوها لنا، وجمهور الاهلي الحقيقه دايما طماع. أيوة. طول الوقت عايز بطولات، طول الوقت عايز ما بيشبعش من البطولات. يعني أيوة. احنا بنفكر خلصنا كاس افريقيا ابطال افريقيا فخلاص احنا بندور دلوقتي على الدوري. أيوة. بندور على السوبر، بندور على كاس العالم للانديه كمان السنه دي كمان بشكل مختلف، فالمنافسة هتبقى أكبر بكتير. مستنيين كمان من النادي الأهلي إن هو يحقق فيها إنجاز برضو
يضاف الى الانجازات الكبيره اللي بيحصدها النادي الاهلي. الوقت الفنان محمد رياض هو بيتابع مباراه الاهلي، الوقت اللي انت كنت قاعد وقلقان فيه؟ طبعا قلقان لان النتيجه ما كانتش تطمن. انت بتتكلم في عايز هدف تاني وتالت يطمنك. وخايف طبعا، مرعوب ان يجي جون حتى بعد ما جبنا الجون الاولاني. والحمد لله ان هو جه في بدري يعني. لكن كنت مرعوب، ومرعوب طبعا من الكوره بتاعه اللي كانت اللي لعبها اللي مرت من جنب القائم. بالظبط، والكوره تمام، خفت للحكم يحسبها، وكان جايب توقيت صعب جدا. أكيد. فكنت مرعوب لغايه لما الحكم صفر. صحيح الاهلي كان مسيطر على الماتش. حقيقي. وما كانش فيه خطوره كبيره من الاهلي، قدر يقفل خطوطه كويس جدا جدا جدا. هو كانت مباراه تكتيكيه اكتر منها. يعني كانت مباراه فنيه اكتر بكتير من فيها المتعه الكبيره بتاعت النادي الاهلي اللي بيقدمها. لكن هي المباراه النهائي بتبقى ليها حسابات اخرى يعني، خصوصا ان انت على ارضك وفي وسط الجمهور العظيم اللي كان مالي الاستاد. يعني كانت حاجه مفرحه جدا، جمهور الاهلي دايما في الميعاد الحقيقه. فطبعا كنت حاسس بالعبء الشديد اللي كان موجود على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الاداره وعلى الجمهور اللي كان في البيوت كلها. فدي كانت اصعب لحظات، يعني كنت خايف جدا من انه يجي جون في الاهلي. شفت التنظيم الاهلي عن في الميعاد دايما يعني. شفت التنظيم الرائع اللي كان بعد المباراه بتتويج النادي الاهلي بالاحتفاليه الكبيره بالشكل الحلو اللي ظهر عليه النادي الاهلي. وانا بقول هنا لما يكون في تنظيم رائع بنتكلم عن صوره مصر والرياضه المصريه. شفت الشكل ده ازاي واحتفاليه النادي الاهلي بعد المباراه؟ شكل رائع، منظم، ناس عارفه يعني تدير البطولات ازاي، عارفه ازاي تنظم. محدش خرج خالص عن يعني عن اي روح رياضيه. الجمهور كان مثالي الحقيقه. انا اسمح لي ان انا احيي الجمهور اللي راح وملى الاستاد عن اخره بهذا الشكل الرائع. احنا كنا شايفين كتله حمراء فقط، لون احمر في كل الاستاد، بالتيشيرت بتاع الاهلي، بالاعلام، كانت حاجه مشرفه يعني. دي مصر اللي لازم تتقدم للعالم كله. الحقيقه كان تنظيم رائع جدا، جمهور كان اكثر من رائع، اللعيبه كانت على قد المسؤوليه. لا حاجه كانت مشرفه يعني. دايما كده الاهلي الحقيقه معودنا على التنظيم وعلى البطولات وعلى المتعه وعلى كل شيء. يعني دايما مفرحنا. مين اكثر واحد من لعيبة الجيل الحالي يعجب الفنان محمد رياض من لعيبة النادي الأهلي في أدائه وفي لعبه؟ أنا بحب قوي كل واحد. الحقيقة له دور في الملعب. تمام. يعني من أول مصطفى شوبير، وطبعا محمد الشناوي الحارس العملاق بتاعنا وحارس مصر العملاق. من أول مصطفى شوبير لأنه هو لعب النهائي وكان الفترة اللي فاتت رائع بصراحة، ومستقبل كبير لحراسه المرمى في مصر كلها مش في النادي الاهلي بس. وبوتنشال عالي جدا مصطفى شوبير. كل خط فيه لعيبه مميزه جدا وكل واحد عارف دوره. بس انا بحب قوي اللعيبه اللي عندها اللمسه بقى الحريفه قوي. يعني انا بحب حسين الشحات جدا. كويس. لعيب بيقدر عنده حلول وبيقدر يفوت كده في ثواني. بحب مروان عطيه قوي في وسط الملعب، وقد كده هو يعني خط وسط مدافع مالي مركزه وقادر يفسد هجمات كتير جدا. اكرم توفيق طبعا بروحه العاليه وتحس انه يعني مقاتل في الملعب محمد هاني، كلهم الحقيقه. رامي ربيعه كمان السنه دي مقدم موسم رائع جدا. الفنان محمد رياض ما شاء الله يعني متابع وكروي من الدرجه الاولى. انا رايي تيجي معانا قناه الاهلي واستوديو التحليل وتحلل المباريات كمان. لا يا كابتن والله، لا انت كمان كنت من اللعيبه الحريفه جدا ربنا يكرمك، الموهوبين يعني. ربنا يكرمك. لا والله انا يعني اسعدتونا بجد بشكركم،
بشكر النادي الاهلي، بشكر اداره النادي الاهلي، بشكر جمهور النادي الاهلي، بشكر اللعيبه اللي كانت على قد المسؤوليه، واللي هي دايما على قد المسؤوليه الحقيقه، هم ما خذلوناش ابدا، هم على طول يعني مفرحيننا. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا الفنان الاهلاوي الكبير الفنان محمد رياض على المداخله المهمه النهارده، كان موجود معانا في احتفاليه تتويج النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره 12 في تاريخه. هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل ضيفنا الكابتن امير عبد الحميد، ولسه مستمرين في افراحنا مع النادي الاهلي بتتويجه ببطوله دوري ابطال افريقيا، انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، النهارده عندنا احتفاليه مميزه وحلقه خاصه عن فوز الاهلي وتتويجه بالبطوله 12 في تاريخه بطوله دوري ابطال افريقيا. برحب بضيفي اللي مشرفنا النهارده، وده واحد ايضا من اللي حصلوا على بطوله دوري ابطال افريقيا، كابتن امير عبد الحميد. منورنا يا كابتن امير. حبيبي يا كابتن اسامه، وحشني جدا. مبروك. الله يبارك فيك، مبروك ليك ومبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره واللعيبه والجهاز الفني، كل الناس، كل ما ننتمي للنادي الاهلي بقول له الف مبروك. بطوله غاليه وقويه وطبعا يعني محببه للنادي الاهلي. يعني ايه رايك في الكاس الحلو ده؟ خد بالك الكاس ده لو تفتكر احنا اول جيل خدنا النسخه دي، النسخه شكلها بعد تعديلها، فاكر الثانيه اللي كانت مدوره دي كانت مطبقه سنه كده، بس مش مهم الكاس عامل ازاي، المهم يعني بتبقى بطوله تضاف في دولاب النادي الاهلي، دي حاجه قويه جدا. وبشكر اللعيبه بصراحه، تعبوا جدا جدا، والجهاز الفني والمسانده من مجلس الاداره طبعا، كابتن خطيب يعني بصراحه مميز في الحاجات دي جدا. لو تفتكر يا اسامه واحنا بنلعب ما كانش بيظهر في اي فرحه، كان بيظهر دايما لما يكون مثلا ايه يحصل دروب في الفريق في ماتش مش عارف ايه، كان بيطلع الضغوطات خالص، كان هو اللي بيشيل الضغوطات وما كانش بيظهر في اي مناسبه. فدي يعني مش بعيد عن كابتن خطيب ومجلس الاداره في كل الاجيال، مجلس الاداره بصراحه يعني عارف انت بتتكلم في نادي من اعظم الانديه في افريقيا، من ناحيه النظام، من ناحيه نظام وسيستم، فالدنيا ماشيه حاجة. كل من واحنا صغيرين يا اسامه لو تفتكر احنا اتربينا على كده يعني. طبعا عاملين حلقه خاصه مميزه النهارده ونحتفل بهذا الجيل، جيل عظيم، جيل سطر اسمه في تاريخ النادي الاهلي. لكن قبل ما نتكلم عن الجيل، كابتن امير عبد الحميد، خدت كام بطوله دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي؟ انا خدت اربعه. اربعه؟ اربعه. خدت 2001 و2005 2006 2008. البطوله الاغلى بالنسبه للامير عبد الحميد. بص انا بالنسبه لي بجد دي امانه، حتى لو خدت دوري البراعم كان بالنسبه لي بطوله قويه، وانت عارف احنا متربيين على البطولات، مركز تاني بالنسبه لنا صعب جدا انك انت الواحد يبقى في القاموس بتاعنا، المركز التاني ده مش بتاع النادي الاهلي خالص. والواحد الحمد لله شارك في بطولات كتيره جدا مع النادي، لكن بطولات النادي الاهلي تتعمل في التاريخ وتتكتب باسم اللاعب، ان هو شرف ليه ان هو مثل النادي الاهلي في بطوله ايا كانت البطوله، حاجه قويه جدا. فبالنسبه لي يمكن شويه بطوله كام؟ بطوله 2008، لان انا كان في ظروف طبعا. ده البطوله انت شاركت فيها؟ شاركت فيها زي شوبير كده، زي مصطفى اللي هو كمل، وكان حاضر طبعا، مشي في يناير وانا كملت لو تفتكر. فاكر طبعا. كنت انا واحمد عادل عبد المنعم، ما كانش في تأييد لان بنعدي 32 و16 تأييد خلاص بيقفل فانا كنت وكملت وانا مصاب، ما كانش في حد غير احمد عادل وانا، وكانت بالنسبه لي قويه جدا وكانت صعبه جدا. انت بتفتكر انت لعبت ماتش، لعبت البطوله كنت موجود طبعا يعني ماتش انيمبا كانت صعب جدا، بقى لها 10 سنين ما خسرتش على ارضها وكسبنا الحمد لله. القطن الكاميروني بقى له اكتر من 10 سنين يعني عنده الاستاد هناك صعب جدا، وكان من الفرق القويه جدا في افريقيا. فانا بالنسبه لي بطوله 2008 كانت قويه، لان انا لعبت البطوله كلها والحمد لله اديت انا وزمايلي الجيل بتاعنا بطوله قويه يعني. انا كنت موجود في 2005 ولعبت 2006 و2008 ولعبت في الثلاث بطولات دول، لكن البطوله الاغلى بالنسبه لي 2020 القضية ممكن بتاعت مجدي قفش، بتاعت مجدي قفش كنت فيها كمشجع وقتها. دي البطولة الأغلى طبعا، كل البطولات ال 12 بطولات تاريخية بالنسبة للنادي الأهلي، هي أغلى لأن طبعا أنت بتلعب نادي كبير زي نادي الزمالك وفي آخر 3-4 دقايق وجول حلو، حاجات كتيرة جدا يعني. فطبعا دي كانت بالنسبة لنا قوية جدا يعني. وأنت بتتكلم وبتقول إن أمير عبد الحميد ظروفه وطريقة لعبه جت وشاركت وكانت نفس ظروف مصطفى شوبير،
دايما النادي الاهلي يعني مصنع للحراس المرمى. صح. لما بنتكلم عن تاريخ حراسه المرمى مش في النادي الاهلي في مصر، بنتكلم عن النادي الاهلي. صح. ودايما المنتخبات الوطنيه يا كابتن اسامه في الناشئين والاولمبي وفريق الاول لازم يكون في حراس من النادي الاهلي. اه لازم يكون في حراس من 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 النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده وفره كبيره جدا من الحراس. وعلى مدار التاريخ يمكن مصطفى شوبير طالع من تحت، محمد الشناوي طالع من تحت، شريف كرامي، احمد عادل عبد المنعم، وانا كنت طالع طبعا من تحت، مش عايز انسى حد، كلنا طبعا من مدرسه الكره في النادي الاهلي. فدي حاجه كويسه جدا ان الحارس يطلع من هو صغير ويمثل ناديه هو في الاعمار السنيه الصغيره والشباب وناشئين، وبعد كده يطلع مع الفريق الاول، حاجه كويسه جدا. والواحد بيبقى مستني فرصته. يمكن انا الناس بتشبه ظروفي شويه بظروف مصطفى يعني. شايف مصطفى ازاي اداؤه جاي على مباريات صعبه؟ كلام كتير مصطفى وابناء عاملين، كابتن شوبير عنده تحدي تاني، بيلعب في مباريات لا يعني ما تتحملش انك تغلط فيها. صح. انك انت الغلطه بتخرج بره بطوله، فبتلاقي النقد زياده، فهو النهارده بيتعرض لضغوط عاليه. شايف اداء مصطفى وشخصيته مع المباريات مع النقد او مع الكلام ده كله ازاي؟ اهمها بقى كابتن اسامه. أيوة. لما في الاخطاء بقى ازاي يبقى عندك شخصيه وتلم نفسك شخصية. يعني شخصيه طبعا وتلم نفسك في الماتش. يعني هقول لك على حاجه، اوفا يمكن انا كنت مع كابتن شوبير قبل كده وسالني، قلت له انا بصراحه ما شفتوش بعيني، فانا كنت ساعتها ماسك مدير اكاديميه النادي الاهلي. خدت اجازه مره. مصطفى لسه صغير ولد، كان 20 سنه طالع. كان لسه ما لعبش في الدرجه الاولى. كان يعني طلع في الفريق الاول. فبيسالني بيقول لي في جول صغير بيقولوا كويس ومش عارف ايه، فقلت له بص يا كابتن انا بيقولوا عليه كويس بس انا ما شفتش بعيني، فانا اوعدك ان انا ان شاء الله ابقى ايه اما اجي المره الجايه هتكلم مع علي. فانا كنت في ماسك مدير اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد، وبعد كده ايه خدت اجازه اليوم ده، كان النادي الاهلي بيلعب ضد الترسانه في كاس مصر. شفته لقيت عنده شخصيه وموهبه. بعد كده رحت النادي الاهلي، طبعا انا كنت بتابع التدريبات، انت عارف احنا اهلاويه ابا عن جدا من واحنا صغيرين، فعلى طول موجودين في النادي واي مناسبه. لقيته بيتمرن كويس جدا، كل الناس بتتكلم عليه كويس جدا، عنده استعداد في اي وقت انه هيلعب. عنده صبر غير طبيعي. عنده جلد غير طبيعي، وعنده شخصيه ومحبوب من اللعيبه. دي ميزه والجمهور بيحبه. لما جه اول اختبار ليا يا كابتن اسامه، مش اللي هو اختبار القوي، ولا لعب بطوله النخبه اعتقد. وادى بشكل كويس رغم ان كان في ناشئين كتير جدا من النادي الاهلي. بطوله الرابطه. سوري الرابطه. فادى بشكل كويس، وكان يمكن هو كان بالنسبه له كان عليه ضغط كبير ان هو يؤدي بشكل كويس في البطوله، على اساس ان طبعا هيتحكم عليه ان هو ابن كابتن شوبير ومش عارف ايه والكلام ده كله، كان عليه ضغط، لكن هو كان بيلعب بشكل كويس شخصيه. الاختبار الحقيقي بقى هو ماتش، انت بتتكلم في استاد القاهره 120 الف متفرج، بتلعب نهائي افريقيا، وفي كلام كتير ان الشناوي هيلعب مش هيلعب، والراجل خد قرار شجاع انه يلعب مصطفى شوبير في النهائي، بتلعب الوداد في استاد القاهره نهائي، يعني قرارات لازم يكون مركز، لازم يبقى عليهوش ضغوطات. لعب وادى بشكل كويس وعمل انقاذ هايل او انقاذين كانوا اثروا في نتيجه اللقاء. ده كان الاختبار القوي. بعد كده خد فتره حلوه بعد اصابه الشناوي، فتره كويسه يعني اربع خمس شهور. طب هل السنه اللي فاتت النهائي اللي لعبه امام الوداد ممكن يكون اداله نوع من الخبرات، انك لعبت السنه اللي فاتت نهائي؟ لما لعبتش الماتشين، لعبت المباراه الاولى كانت في مصر والشناوي لعب المباراه الثانيه، لكن عندك خبرات سابقه في الضغط اللي حصل زي ده. ما انا بقول لك يا كابتن اسامه، هو نهائي افريقيا بتلعب في استاد القاهره، جمهور كبير جدا، بطوله حاسمه طبعا، فماتش حاسم والناس كلها الانظار كلها عليه. انه يؤدي بشكل كويس ونلعب بالهدوء ده. بعد كده احنا الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله. جه بقى دخل على بقى الايه المعمعه زي ما بيقولوا، اختبارات صعبه ماتشات مهمه. ماتشات صعبه جدا. فبالتالي خد الميزه بقى كابتن اسامه هنا، ان هو خد اربع خمس شهور لعب متواصل. ابتدى يتذكر بقى تألقه في ماتش الوداد، خد ثقة كبيرة جدا، لعب بقى تقريبا بطولة السوبر، ولعب نهائي كاس مصر، وبعد كده أدى بشكل كويس ولعب في أفريقيا، خلاص خد ثقة إن أنت بتلعب في ماتشات في الجزائر وماتشات في أفريقيا، وهو ما كانش متعود على الحاجات دي، كان موجود احتياطي لكن أنت لما تشارك الموضوع مختلف. رغم إن أنت يا كابتن أسامة وأنت قاعد على الدكة غير في الملعب عادي طبعا. الدنيا ما فيهاش مشكله، وانت بره زي السواق كده، طول ما انت سايق ما فيش مشكله، قاعد جنب السواق تبقى خايف. فهو لما لعب خد، هو عنده ثقه، عنده شخصيه، محبوب.
مركز جدا، عارف القيمه بتاعه ان هو في الوقت دوت ممكن ما يتعوضش تاني، فلازم يثبت نفسه، ادى بشكل كويس. وطبعا ده عارف ان طبعا في وجود الشناوي هيرجع تاني، وان الشناوي طبعا قيمه كبيره جدا، والشناوي يعني كله اكيد كان حاطط في دماغه ان النادي الاهلي هيتاثر ومنتخب مصر بعدم وجود حارس كبير. طبعا اصبح عندنا اثنين حراس كبار، وهي الكوره كده يا كابتن اسامه بتجي لك فرصه. زي ما انا كده لما فجاه الحضري مشي انا لعبت، كنت موجود والحمد لله، وادينا بشكل كويس. شفت المباراه فين يا كابتن امير؟ انا كنت في الاستاد من الساعه 2:30 3. شفت جمهور النادي الاهلي؟ وانت جمهور النادي الاهلي يعني الاستاد اتملى من الساعه 2 الظهر، كان تواجد جمهور النادي الاهلي وتشجيع من بدايه الساعه 2. انا خفت الجمهور داخل الساعه 2، المباراه الساعه 8 هيجي على المباراه هيشجع هيقعد يتفرج، لقيت من الساعه 8 تشجيع زاد عن بدايه دخول الجمهور الملعب. انا عايز اقول لك يا كابتن اسامه كان زحمه جدا بره، وخلي بالك حتى لما الاستاد اتملى كان في ناس واقفه فوق على على السور بتاع الاستاد من فوق عند الساعه، ناس واقفه ما فيش اماكن وناس بره، فكانت زحمه جدا. واحنا بس انا عجبني حاجه جدا يا كابتن اسامه، ودي ميزه النادي الاهلي التنظيم يا كابتن اسامه، وده الفارق النادي الاهلي عن اي نادي تاني من ناحيه تنظيم، من ناحيه سلوكيات الناس. وخلي بالك النادي الاهلي وجمهور النادي مميز دايما يعني كان في نظام كويس جدا، وكان في رولز موجوده على كل الناس، ان طبعا بتخش بعربيتك لازم يبقى معاك تيكتس معين، بتقعد في المقصوره لازم يبقى معاك تيكتس معين، الكرسي بتاعك بالرقم بتاعك. فالموضوع كان مختلف جدا، حتى لو ما تشوف يا كابتن اسامه الستيج في التتويج انت ما شفتش غير اللعيبه طبعا، يعني حتى بصيت على رائع. شفت حتى كمان الجهاز الفني، كنت في الاستاد متابع كل حاجه. انا لحد الساعه كام؟ واحده بالليل ماشي من الاستاد، رحت قعدت مع اللعيبه واحتفلت معاهم في الاوضه بعد انتهاء المباراه تماما رحت ولادي كان طبعا نفسهم يشوفوا اللعيبه ومش عارف ايه وكده، فجم معايا ورحنا الاوضه، قابلت عم حارس وكل النجوم اللي كانت موجوده، وكان حظي حلو ان انا خدت كام صوره معاهم، والكاس طبعا كان موجود اتصورت بيه. فتذكرت حتى ولادي بعد 16 سنه يا كابتن اسامه، لقيت ولادي قالوا لي انت لو خدت بالك في صوره لحضرتك ورا ماتش القطن الكاميروني وانا شايل الكاس ده. فبقت يعني حاجه كويسه ان ولادي بعد 16 سنه شايفين ان باباهم كان مشارك في حدث ودلوقتي زي وانا رايح كواحد من الجمهور. فانا شايف ان جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، شجع من اول ثانيه من الساعه 3 ناس قاعده وناس جايه من سفر، فدي قيمه النادي الاهلي وقيمه اللي بيشارك في النادي الاهلي. والنادي الاهلي الكبير يا اسامه فعلا، وخلي بالك احنا ما حسيناش بالكلام ده غير لما رحنا لعبنا في الانديه الثانيه اللي هي شفت مباراه الترجي ازاي؟ مباراه الترجي انت بتحرز هدف في الدقيقه 33 ثانيه في بدايه المباراه، المدرب بتاعهم مدرب دفاعي، سيناريو المباراه الماتشين صعبين، المباراه اللي كانت في الترجي، المباراه اللي كانت في مصر، وكل مدرب عامل حساب الفرقه الثانيه، وانت عارف المباراه النهائيه اخطف واجري صح، يعني هي المباريات دي كده بالشكل ده، زي ما بقول المباريات النهائيه تكسب ولا تلعب صح، ازاي تكسب وازاي تفوز فيها. النادي الاهلي ادى مباراه تكتيكيه عاليه، قدر يقفل خطوطه هناك وهنا وخطف في الوقت المناسب، وكانت برضو مباراه قاعدين على اعصابنا صحيح. يمكن يا كابتن اسامه الماتش اللي هناك كان فيه تكتيك معين، انت بتتكلم في الترجي كسبان سان داونز وكسبان كام ماتش وبقى لهم كذا ماتش في افريقيا كلين شيت، ف يعني فريق منظم، فريق تاكتكس كويس جدا، وده معروف عن الفرق في شمال افريقيا وعن الترجي. الترجي برضو فريق كبير وعنده لعيبه كويسه جدا وطبعا اسمه كبير في افريقيا. فمستر كولر كان بيلعب بتكتيك كويس جدا، ان هو يحافظ على قد ما يقدر ان مفيش اهداف تخش فينا في المباراه اللي هناك، والتكتيك اختلف تماما. وانت عارف الماتشات اللي بره دي كانت مثلا بتبقى دايما بتاع الدفاع اكتر. ادى بشكل كويس، يمكن احنا ما دخلناش الجيم في اول ربع ساعه بشكل كويس، لكن ابتدينا بدليل ان فريق الترجي التونسي تحس ان هم ايه بيلعبوا فريق النادي الاهلي مع ضغط الجماهيري، فلقوا ايه ان في فعلا اسد واقف يعني منظم فمش عارفين ابتدوا يعملوا ايه، يملوا، ابتدوا يلعبوا بقى ايه كره بباص بس مش قادر يوصل للنادي الاهلي. طبعا مستر كولر عمل تكتيك كويس في الماتش اللي هنا، وده طبيعي ان انت في اول ربع ساعه تلت ساعه لازم تستغل الجمهور وتستغل انك انت عايز تخلص الجيم. يمكن الفرصه اللي كانت يعني كانت ممكن تنهي الماتش فرصه حسين الشحات،
اللي هي اظن قبل الشوط الاولاني بشويه كده، اللي هو الانفراد اللي كان لازم يخلص على طول. دي لو خلصت كانت هجمه مرتده وقتها، كانت هجمه مرتده لو كانت خلصت دي كانت اسامه خلاص 2-0 كنت هتقدر تجيب تاني. لان طبيعي ان الترجي هيفتح شويه وانت هتستغل مع التغييرات مع السرعات اللي عندك اكيد كنت هتعمل نتيجه كويسه. لكن انا بالنسبه لي بصراحه يعني وانا رايح انا حاسس ان كنت انا اللي بلعب، كنت مشدود وخايف وقلقان، لان انت طبعا 1-0 لا قدر الله اخر ثانيه طبعا هتحصل مشكله كبيره جدا. فالحمد لله ربنا عداها وكسبنا بطوله غاليه يعني. خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل هسال ضيفي الكابتن امير عبد الحميد اكتر لعيبه في النادي الاهلي بتعجبه في مشوار بطوله دوري ابطال افريقيا اللي قدر يحصل عليها النادي الاهلي بطوله ال 12. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الكاس منوره معانا احتفاليه النادي الاهلي طبعا كابتن امير عبد الحميد. كابتن امير واحنا بنتكلم عن مشوار بطوله البطوله ال 12 في تاريخ النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا، واحنا بنتكلم عن المشوار اكتر لعيبه النادي الاهلي اللي عجبوك في البطوله. بص اللعيبه كلها بصراحه انا بشكرهم، لان طبعا يا كابتن اسامه البطوله دي بطوله صعبه، فيها سفر، فيها مشقه، وفي ماتشات ضغط مباريات. انت بتتكلم في بتخلص ماتش دوري بتلاقي نفسك انت بعدها بيوم او الصبح او بالليل طياره بتروح واخدها راكبها ورايح 8 9 ساعات 10 ساعات في افريقيا. الجو صعب جدا، رطوبه صعبه جدا، واكيد احنا عشنا كل الكلام ده انا وانت. فبشكر اللعيبه بصراحه والجهاز الفني، مجهود كبير جدا وبطوله صعبه جدا. فانا شايف ان اللعيبه كلها بصراحه كل واحد كان ليه دور، يعني كل واحد ليه دور كبير جدا، حتى عم حارس ليه دور كبير جدا طبعا. بتكلم عن نجاح، بتكلم عن جهاز فني واداري وطبي ولاعيبه وكل المنظومه طبعا، الجماهير ومجلس اداره طبعا، مجلس اداره والجمهور طبعا، سبورت للعيبه. فانا شايف ان اللعيبه كلها ادت بشكل كويس، كل واحد ليه دور كبير جدا. بس طبعا اللي نور في البطوله دي شويه هو اكيد مصطفى شوبير، لان هو طبعا الناس كلها كانت قلقانه في غياب الشناوي، ولكن هو كان طبعا ومن اللعيبه كتير يعني. يعني بيستاو في الاول طبعا كان ليه دور كبير جدا، حسين الشحات، امام عاشور، وكان حلم ليه انه ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا. انت عارف لما لعيب بيدخل النادي الاهلي بتاخد كاس، بتاخد سوبر، بتاخد دوري، لكن الكاس ده مختلف طبعا. فكل لعيب عينه دايما على الكاس ده عشان يروح كاس عالم انديه. اكيد كان هدف وطموح لامام عاشور انه ما يعني مع احترامي لاي مكان هيلعب فيه مش هحقق الكاس دي غير في نادي الاهلي. صحيح. اي حد بص يا كابتن اسامه اي حد لما بيتعرض عليه النادي الاهلي ما بيفكرش. يمكن احنا مختلفين شويه لان احنا اتربينا جوه النادي، فكنا بنجدد ومش عارفين احنا بنجدد قد ايه وبكام، اللي هو يعني تمضي على بعض وتمشي على طول وامشي. يعني انا في موقف سريعا كده، الله يرحمه كابتن عماد اليماني، والله يا كابتن اسامه كنت محتاج فلوس بشكل معين يعني، فانا عمال اقول يا رب يجي لي فلوس مش عارف ايه. لقيت كابتن عماد بيقول لي يا امير انت ليك شيك جوه ومش عارف ايه، فلوس شيك ايه؟ فما كنتش عارف العقد فيه وانت بمضي وخلاص. فبالتالي لما يجي حد يجي من بره اكيد طبعا بالنسبه له، لما اي حد مسؤول في النادي الاهلي او اي حد يكلمه يقول له تيجي تلعب في النادي الاهلي، اكيد من غير تفكير يقول له طبعا. فبالتالي النهارده امام، يمكن انا هقول لك على حاجه محدش عارفها، انا امام اول ما جه النادي الاهلي يا كابتن اسامه انا كلمته في التليفون وقلت له يا امام لازم تفهم كويس قوي انك انت في النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي مختلف. ده الحوار اللي حصل ما بينك وبين امام على طول في التليفون اول لحظه انتقاله للنادي الاهلي، لحظتها بعديها مثلا كام يوم، يومين ثلاثه بالظبط. قلت له النادي الاهلي انت عليك ضغوطات بره النادي وانت في بيتك وانت بره، لازم تاكل وتشرب كوره زي ما انا بكلمك. الكلام ده اللي اتقال لنا واحنا في النادي الاهلي اللي عشناه قبل كده. النادي الاهلي مختلف، انت اكيد هيبقى ليك اضافه في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي هضيف لك الكتير. وده اللي يمكن انت شفت احتفاله مختلف. كان فرحان، كان عامل زي الطفل الصغير اللي هو يعني بطوله غاليه، وهو كان عمال يقول ان انا هبذل اقصى مجهود عشان البطوله دي غاليه بالنسبه لي. فما كانش يحققها غير في النادي الاهلي. فبالتالي امام لعيب مهم جدا، لعيب كويس جدا، لعيب ممتع في الملعب. فبتمنى له التوفيق في اللي جاي واللعيبه كلها بشكل عام. لان طبعا يمكن انا كان في واحد كابتن اسامه في التقرير انتوا بتتكلموا على البطولات وكده، كان في واحد صاحبي اهلاوي جدا بيقول لي امير بس انا حاسس ان اللعيبه شبعت. قلت له لا انسى الكلمه دي. طب انسى كويس قوي انت قلت الكلمه دي، اللعيبه شبعت. انت النهارده لما بتتكلم عن الجيل ده ولازم الجيل ده ياخد حقه، زي ما احنا بنتكلم عن اجيال النادي الاهلي واللي حققته، الجيل ده اتظلم شويه
او الناس جت عليه شويه، لكن لما بتشوف بالارقام والانجازات هتلاقي لا ده الجيل ده عمل، مع احترامي لكل اجيال النادي الاهلي ممكن يجي في المقدمه صح بالارقام وبالاحصائيات وبالبطولات صح. والدليل على كده شوف النهارده لما تلاقي 22 مباراه لم يخسر فيهم النادي الاهلي صح. ده رقم قياسي. لما بتلعب 5 نهائيات متتاليه وبتفوز ب4 دوري ابطال افريقيا، ده رقم قياسي لم يسبق لاي حد من الاجيال صح. فعلشان كده يبقى الجيل ده لا لازم ياخد حقه وتقديره، يعني عشان يبقى ده الانصاف يعني. ولسه عندهم كاس عالم انديه، ولسه عندهم وخلي بالك يعني مثلا امام لسه جاي فانا واللي موجودين شناوي او الناس القديمه سليه و الاخر هيقولوا له لسه انت صفحه وانتهت وكمل، عندنا بطولات تانية، عندك كاس مصر جاي، عندك عندك كاس عالم الانديه، عندك سوبر ما تنساش ان شاء الله السوبر اللي جاي ضد نادي الزمالك، يعني اخر سوبر كان نادي الزمالك هو اللي كسب، فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعوض ده ان شاء الله. انا متاكد ان اللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني ان شاء الله هيقدروا يحققوا بطوله السوبر. فلعيبه النادي الاهلي يعني بصراحه ما بتشبعش، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش، اي اهلاوي ما بيشبعش من البطولات، انت بطوله بتخلص خلاص أيوة. تخش على البطوله اللي بعديها، بتخلص تخش على بعديها. يمكن شفت جمهور النادي الاهلي ال 13 يا اهلي ال 13 يا جماعه طب ادونا بس نفس عشان نفرح، هو ده نحتفل بس وبعد كده بكره نقول لا ال 13 يا اهلي هو ده يا كابتن اسامه النادي الاهلي ودي قيمه النادي الاهلي. فانا عايز اقول لك على حاجه، احنا واحنا صغيرين يا كابتن اسامه لو تفتكر كنا بنلعب الساعه 10 الصبح صح، بطوله مثلا السن بتاعنا وبعدين نروح راكبين عربيه ثانيه نفسك تلعب بطولة تانية، بطولة تانية. ولازم تكسب هنا ولازم تكسب هنا مع السن الأكبر مننا. يمكن أنا في التقرير شفت حاجة مهمة جدا، أنا لما ألاقي النهاردة يوسف سيد عبد الحق كابتن سيد عبد الحفيظ وألاقي عمرو خالد بيبو وألاقي عمرو كابتن خالد بيبو وألاقي الأولاد ال 2005 موجودين وهم شايلين الكاسة يا كابتن أسامة ومع اللعيبة دي تحسب لهم في التاريخ، لأن هو شايف اللعيبة اللي موجودة جيل الذهب اللي موجود بيحقق بطوله غاليه وهم صغيرين بيشيلوا الكاس، فدي حاجه كويسه جدا ليهم. فانا صاحبي لما قال لي ان النادي الاهلي واللعيبه حاسس ان هم شبعوا قلت له لا انسى الكلمه دي جوه النادي الاهلي، يعني تشيلها من القاموس ان النادي الاهلي ما بيشبعش، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش. فاتمنى ان شاء الله الجيل ده كمان يحقق اكتر واكتر والاجيال اللي جايه تحقق اكتر واكتر، لان ده هو ده على مدار التاريخ النادي الاهلي يعني. طب شايف الانجاز 5 بطولات او 5 نهائيات متتاليه 4 بطولات يعني رقم كبير، والنادي الاهلي دايما انا دايما اقول النادي الاهلي بينافس نفسه، النادي الاهلي بيكسر الارقام نفسه، النادي الاهلي لما بنتكلم الناس بتقارنه دايما بالانديه الاوروبيه، دايما بتقارنه بريال مدريد، دايما النادي الاهلي عينه على الارقام العالميه. لما بتشوف الكلام ده وانت واحد من اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي وحاول البطولات دي يعني شعورك يا كابتن امير؟ بص يا كابتن اسامه طبعا يعني احنا دايما بنتكلم في النادي الاهلي هو يعني اعظم نادي في افريقيا والحمد لله عالميا كمان من 2001 النادي الاهلي معروف عالميا فهو النادي الاهلي فعلا تحس ان هو نادي اوروبي من ناحيه السيستم، من ناحيه النظام، من ناحيه الجمهور الكبير في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله اكيد مختلف. انت بتتكلم يعني انا مثلا صوره زي دي يا كابتن تحس ان انت مثلا بايرن ميونخ ولا ريال مدريد صح طبعا يعني التنظيم الرائع والحلو. وفي نقطه تانية هم مقتنعين كمان تماما افتح لنا مخرجنا سمير عزين والكابتن امير بيتكلم عن الصوره الحلوه، الصوره لقطه التتويج والكاس واحنا معانا الكاس هنا لا وكمان وجود الكابتن خطيبه يا اسامه لقطه جامده جدا ان انا النهارده لما يكون رئيس النادي وانا مقتنع ان هو كان من احسن اللعيبه اللي يمكن احسن لعيب جه في طيب في مصر. كابتن امير هسيبك تكمل النقطه دي، نروح بس لمداخله مهمه جدا معانا الفنان الاهلاوي الجميل الفنان احمد جمال صاحب اشهر لقطه في مباراه تتويج الاهلي، مباراه الاهلي والترجي. منورنا ابو حميد على قناه الاهلي. منوره طبعا بناسها ومنوره ليكوا كلكوا، وعايز اسلم على الكابتن امير طبعا حبيبي يعني ده طبعا. على راسي اخويا الكبير حبيبي احمد احمد جمال كنت منور استاد القاهره وصاحب لقطه شهيره وانت بترفع نسر الاهلي اللي اترفع في المباراه وحاجه طبعا. من الحاجات الجميله وشفنا جمهور النادي الاهلي ومعانا اللقطه على الهوا دلوقتي. ايوه طبعا لا يعني انت احنا كلنا عارفين طبعا الاهلي بالنسبه لنا ايه، وبعدين الاهلي بالنسبه لي ده
يعني الاهلي في الدم بالنسبه لي، لان انا جدي فريد شوقي، انت عارف طبعا انا جدي الله يرحمه كان من اكبر مشجعي الاهلي، وانا ده ورثته حبا منه. فطبعا يعني اقدر اقول لك انها حاجه يعني فخر ليا بصراحه ان يبقى حاجه زي كده. العائله كلها اهلاويه؟ طبعا، بدايه من طبعاً. الجد العظيم الفنان الكبير فريد شوقي رحمه الله عليه، يعني طبعاً. كان اهلاوي وكان متواجد على طول في النادي الاهلي، وكنا يعني بنشوف صور وهو في ملعب مختار التتش، وكان بيلعب الماتشات الخماسي دايما. أيوة. مع بعض الفنانين. مظبوط. شفت مباراه الاهلي والترجي ازاي، وشفت الحضور الجماهيري ازاي؟ انا كنت مبسوط جدا طبعا بالشكل العام وبالحضور الجماهيري الكبير اللي كان موجود. الناس بتحب الاهلي بجد، الناس بتحب الكيان بجد. الفريق بصراحة كان برضو الماتش كان حلو جدا، الفريق كان مركز جدا، اللعيبة كانت مركزة عايزين يكسبوا، وفعلا قدروا انهم يعني ناخد اللقب ال 12، ودي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا، وان شاء الله اللي بعديها واللي بعديها كالعادة. يعني كان منظر حضاري جدا، منظر جميل جدا، واتمنى ده يفضل موجود على طول. طبعا عايزين نشكر يعني كل اجهزه الدوله اللي كانت متعاونه، وده يعني النتاج الطبيعي. وانا بقى بشكل خاص عايز اشكر جمهور الاهلي. أيوة. وجمهور الثالثه شمال اللي انا كنت واقف معاه. ايوه، احنا دلوقتي وانت معانا على التليفون احنا جايبين اللقطه وانت واقف عند نسر النادي الاهلي. ايوه طبعا، وجمهور الثالثه مكاني المفضل. يعني انا جمهور الثالثه من زمان. انا ده بالنسبه لي ده المكان المفضل. وانا اعتبر واحد منهم، مش عايز برضو ابقى بكبر الموضوع قوي، وانا بس انا الاهلي بالنسبه لي مكانه خاصه من زمان، من وانا صغير بسبب عيلتي وكده. وطبعا وانا حبي النادي الاهلي كبير، ابني اصلا بيلعب في اكاديميه النادي الاهلي اصلا، يعني يحيى ابني بيلعب هناك. ف يعني اتمنى ان انا حتى اشوفه هو كمان بيمثل النادي الاهلي، ويبقى حاجه كبيره قوي في النادي ده ان شاء الله. ان شاء الله. وانت بتتفرج على المباراه 90 دقيقه، في وقت كنت قلقان فيه ولا كان عندك ثقه في اللعيبه؟ ان شاء الله البطوله من نصيبنا واليوم ده هيكون اهلاوي. لا اكيد طبعا بنبقى قلقانين، دي كوره، احنا عارفين ان في اي وقت ممكن يحصل اي حاجه، ولكن اللعيبه كانت مركزه. اوفا طبعا يعني متالق عالمي. اليوم ده كان شاطر جدا، قوي جدا، انا متفائل بيه جدا. الشخص ده ان شاء الله طبعا يعني ابن البطل، كده يطلع بطل مش محتاجه سؤال. ف لا اللعيبه كلها كانت ممتازه، بس طبعا قلبي كان بيقع في كل كوره، اكذب عليك. قلبي كان بيقع في كل كوره طبعا. بعد ما خلصت المباراه كملت احتفال فين بعد بعد الاستاد واحتفاليه الاستاد؟ في الشارع بقى طبعا. كملت مع جمهور جمهور الاهلي في الشوارع بعد كده؟ كملنا بقى طبعا كلنا، ما ينفعش، ما اليوم ده مش هيخلص، ما في ايام كده ما بتخلصش. لازم تكمل معاك لحد الصبح، فطبعا فضلنا مكملين. وكملت بقى مع اهلي طبعا بقيه الاحتفال في البيت. بعد المباراه يعني، وده دايما يعني جمهور النادي الاهلي دايما جمهور مختلف، وهو بعد ال 12 بيقول 13 يا اهلي. شفت الكلام ده ازاي؟ الكلام ده والله يعني بص هقول لك بكل ثقه ان ده الطبيعي. ده الاهلي يعني ال 12 خلصنا، يلا ال 13 يا اهلي، وده الطبيعي، وده اللي ان شاء الله ان شاء الله هيحصل. يعني بثقتنا في ربنا طبعا، وان اللعيبه دي لعيبه رجاله، وزي ما عملوا ال 12 هنعمل ال 13 وال 14، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، يعني مش حاجه عليه. تمام. فنان الاهلاوي الجميل احمد جمال، بنشكرك شكرا جزيلا. ومناسبة الفنان احمد جمال يعني حفيد واحد من الاهلاويه الكبار، ايضا الفنان الكبير رحمه الله عليه الفنان العظيم فريد شوقي. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مع ضيفي كابتن امير عبد الحميد، وتغطيه خاصه النهارده بمناسبه فوز النادي الاهلي بالبطوله ال 12 دوري ابطال افريقيا بعد الفاصل. خلونا نروح مع حضراتكم للقطه، لقطه يعني بعد صفاره الحكم وبعد اعلان الحكم ونهايه المباراه واعلان الاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا، وبعد نزول كابتن محمود الخطيب علشان يعني يسلم لعيبه النادي الاهلي جوازه ويسلم على اللعيبه كلها، خلينا نروح نشوف اللقطه دي. كابتن محمود الخطيب عمل ايه في ارض الملعب في استاد القاهره بعد اعلان تتويج النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا؟ كبر لنا الصوره لو سمحت يا سمير، مخرجنا سمير عكاشه كبر لنا الصوره. ده كابتن محمود الخطيب من ارض الملعب بعد نهايه المباراه
وبعد الحفل العظيم اللي احنا شفناه بتتويج الاهلي وهنا بيصلي ركعتين شكر لله بعد فوز النادي الاهلي. هو ده الكابتن محمود الخطيب بعد المباراه مباشره وبعد حفل تتويج النادي الاهلي وهو هنا في ارض الملعب بيصلي ركعتين شكر لله ان ربنا كان كرمه وفضله كبير على النادي الاهلي بالارقام الكبيره والانجازات الكبيره وفرحه جمهور النادي الاهلي. كابتن امير عايز اسمع تعليق على الصوره دي واللقطه دي. بص يا كابتن اسامه، يمكن انا رحت الماتش بدري شويه من الساعه 3 فممكن في زحمه كتير جدا. لقيت كابتن خطيب هو جه الساعه حوالي اظن 6 كده، فكان قاعد قلقان جدا، كان قاعد في الفي اي بي وهو كان قلقان ومتوتر لان طبعا هو رئيس نادي، رئيس نادي كبير جدا، هو اسمه كبير جدا، عنده ملايين جماهير بالملايين طبعا، مسؤوليه كبيره، بطوله غاليه، بطوله قويه فيها مكاسب كتيره جدا لو انت ربنا كرمك، وفي برضو حاجات مهمه جدا كابتن اسامه ان هو اكيد كان جواه برضو حته التنظيم، يا رب الماتش يطلع بالشكل الحلو ونكسب. وطلع كان حريص قبل المباراه بيوم انه كان يتواجد في اثناء تدريب اللعيبه ويتابع كل التفاصيل ودخول الجماهير والتنظيم وكل حاجه بنفسه من ارض الملعب. هو على طول كده كابتن اسامه، يمكن هو ميزته كمان، هو كمان مختلف في الحته دي ان هو دايما اي مناسبه واي حاجه بتلاقي حته التنظيم المتابعه، بتلاقيه دايما لما يكون رئيس بعثة في بره بتلاقيه دايما كابتن اسامه بيتابع ويشوف، وبعدين يخلي مثلا سواء الكابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود او الكابتن خالد بيبو دلوقتي لازم يروحوا بدري وينظموا الدنيا، اهم حاجه راحه اللعيبه. ده اللي هو بيعمله، وده اللي يمكن الناس كتير جدا ما تعرفوش ان الكابتن خطيب دايما بيبقى قلقان قبل اي مناسبه، لان طبعا زي ما انت قلت مسؤوليه كبيره، رئيس نادي كبير عنده جمهور كبير جدا، نفسه ان كل حاجه تطلع مظبوطه، والحمد لله طلعت كل حاجه مظبوطه، النظام، المكسب، الشكل العام، انت بتتكلم في يعني كانك انت نادي اوروبي بصراحه يعني. عجبك قوي اللقطه والشكل، كل شويه تبص على الصوره دي. بص يمكن احنا وقفنا الوقفه دي كتير يا كابتن اسامه، وقفنا كتير انا وانت والاجيال اللي قبلينا، بس انا كنت موجود في الاستاد لاخر ثانيه، انا ماشي من الاستاد الساعه 1 ما شاء الله. انت الماتش ده قعدت 3-4 ساعات بعد المباراه، قعدت ودخلت احتفلت مع اللعيبه جوه. بص اللقطه دي انا كنت في الاستاد، هم عاملين نظام يا كابتن اسامه للمصورين، عارف المصورين كانوا فين؟ زي البطولات العالميه في التراك، وده الكلام ده في نص الملعب. طبعا الكاميرات فيها زوم وكده، فالكاميرا دي انا على الستيج ما شفتش غير اللعيبه والكابتن، والكابتن كمان على فكره هو يعني ادى الكاس للشناوي وجي يمشي، الشناوي هو اللي قال له اقعد، يعني مسك فيه قال له احتفل ظهر معنا في الصوره وخرج ساب اللعيبه تحتفل. بالظبط، ودي ميزه الكابتن، عشان كده بقول لك هو ممكن يظهر في الاخفاقات اللي هي مثلا لو اللعيبه مثلا خسرين ماتش بيظهر اكتر، بيظهر اكتر ويشيل المسؤوليه، شفناها في الجونه قبل كده في نهائي دوري او كده ما كناش خدناه اعتقد، او بطوله شفناها في حاجات كتير جدا في 2002 لو تفتكر او 2003 فاكر لما مسك مشرف على الكوره، مشرف على الكوره خسرنا الدوري بالظبط، قال لنا روحوا للجمهور واستحملوا كل حاجه بتحصل وشيلوا وانا هشيل كل حاجه على كتافي وبعيدوا بره المسؤوليه. فده بصراحه امتداد قوي جدا للرؤساء العظام للنادي الاهلي، كابتن خطيب اسم كبير، اللعيبه مقتنعه تماما برئيس النادي، مقتنعه بنجوميته وباخلاقه، فدي حاجه كويسه جدا، والنظام هايل. فعشان كده هو على فكره هو مش بيصلي بس عشان الماتش ده، هو طبعا كابتن خطيب على طول في الحاجات دي بشكل كابتن ده. كابتن امير عشان وقتنا، النادي الاهلي ما شاء الله او الجيل ده السنه دي محقق دي البطوله الثالثه، بتكلم على سوبر، بتكلم على كاس، بتتكلم على دوري ابطال افريقيا، وثالث كاس العالم، لسه متبقي دوري وبطوله كاس مصر الجديده وان شاء الله سوبر والسوبر الافريقي باذن الله. الأفريقي. كلمه منك للجيل الحالي. يعني انا بشكرهم جدا، بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز، كل الناس اللي مسؤوله عن يعني في النادي، مسؤولين كابتن خطيب ومجلس الاداره، الجمهور العظيم اللي انت شفته واللي بنشوفه دايما مساند للعيبه، فبقول لهم استمروا واتمنى لكم التوفيق في البطولات اللي جايه. خلاص انت عديت بطوله مهمه جدا، بطوله 12، قفلت الصفحه، في ناس راحت منتخب، هنبتدي نستعد للكاس، بعد كده نخش على ان شاء الله كاس عالم الانديه، ونخش على السوبر الافريقي والبطولات. فاتمنى لهم التوفيق، استمروا لان انتوا بجد حفرتوا اساميكم
من ذهب زي ما بيقولوا، عملتوا انجازات قويه جدا وامتداد لكل الاجيال العظيمه اللي فاتت. اتمنى لكم التوفيق واستمروا على كده ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا كابتن امير. حبيبي يا كابتن اسامه، انا سعيد انا كنت معاك النهارده. شكرا. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيفي الكابتن امير عبد الحميد اللي كان منورني النهارده، ويا رب تكون الحلقه النهارده والاحتفاليه نالت اعجاب حضراتكم. دايما متجمعين مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي رقم واحد.